المبادئ العشر لما يعرف بوثيقة الخمسين مثلت مرجعاً لجميع مؤسسات دولة الإمارات من أجل تقوية أركان الاتحاد من مؤسسات وتشريعات وإصلاحات وميزانيات وبناء اقتصاد مستدام، إلى جانب تأصيل قيم الإنسان في المرحلة المقبلة. الوثيقة نصت في مبادئها على التركيز على بناء الاقتصاد الأفضل والأنشط في العالم، وجعل السياسة الخارجية للدولة أداة لخدمة الأهداف الوطنية العليا، والنظر إلى رأس المال البشري بوصفه المحرك الرئيسي المستقبلي للنمو. وتؤكد الوثيقة أن التفوق الرقمي والتقني والعلمي سيرسم حدود البلاد التنموية والاقتصادية، بالتزامن مع التزام سياسي واضح بدعم منظومة القيم المتمثلة في التسامح وترسيخ الأخوة الإنسانية، ومواصلة العمل على تعزيز المساعدات الإنسانية الخارجية للدولة، والدعوة إلى السلم والسلام والحوار لحل الخلافات، إلى جانب اعتبار حسن الجوار أساسا للاستقرار، والأهم توفير حياة أفضل للشعب الإماراتي والمقيمين على حد سواء.